تتحول محمية أو محمية إلهية، لا يعطس شجرها، لا ينفر صيدها، القطة متروكة، العمل فيها بمئة ألف، تحرسها الملائكة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إحنا داخلين الآن مكان يعني مكان مقدس، مكان يعني أي عمل تعمل فيه فهو مضاعف. أنا شايفينه على اليمين وعلى اليسار له حق الأمان، لا يعطس شجره، لا ينفر صيده. إيش كلمة لا ينفر صيده؟ كلمة لا ينفر صيده قال العلماء إنك حتى شفت الحمام الحرم ما تقول له هش هش، حتى كلمة هش هش تدخل تحت حنطنك تدفره، معناه إنه كل شيء له أمان. الإنسان له أمان، الحيوان له أمان، الطير له أمان، الجماد له أمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أحلت لي ساعة في فتح مكة، قال إنما أحلت لي ساعة من النهار ورجعت مكة كحربتي منذ أن خلق الله الأرض. فتصوروا إحنا اليوم نبغى نشوف مكة بهذه الزاوية، زاوية إنه نكثر من الصلاة على النبي، خاصة إنه اليوم يوم جمعة، التسبيح، التهليل، نحاول قدر الإمكان نتقرب إلى الله بأي عمل صالح، بأي عمل صالح. تقيم إحنا مشكلتنا كلنا نأتي من بيوتنا من جدة مثلا أو أي مكان بخط مستقيم، نروح الحرم نطوف ونسعى ونرجع ثاني. لا إحنا اليوم ما حتكون زيارتنا إطلاقا بهذه الطريقة، لا حنروح شرق غرب شمال جنوب، نشوف حدود أعلام معالم مواقع جبال أحداث عيون أشياء كثيرة، نربط الرحلة هذه بأحداث معينة بحيث أنها تكون أقرب إلى معرفة السيرة النبوية. صحيح. الآن حيجيكم مصنع كسوة الكعبة. أنا أدربت فيها. مصنع كسوة الكعبة شوفوا على اليسار. مصنع كسوة الكعبة. على اليسار. الآن مكتوب مصنع الملك عبد العزيز لحياكة أو كسوة الكعبة، اللوح موجود، مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة. ما خلوا قريش يدخل من جهة الشمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما دعت قريش إلى أمر فيه تحرير البيت الحرام إلا استجبت لذلك. فغير النبي عليه الصلاة والسلام خطة مساره من الشمال، دخل من الغرب وجاء من وادي فجر كريمي ونزع الحديبية المكان اللي احنا نذهب إليه. طبعا قصة الحديبية الصحابة لما راحوا المدينة بالذات المهاجرين كان حنينهم مشوقا من يرجعوا مكة مرة أخرى، 6 سنوات هم غايبين عن مكة، فكان يقعد يتسامر فيما بينهم متى نرجع متى حنيننا. وكانوا خاصة سيدنا بلال أصيب بالحمى شوقا وحنينا إلى مكة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج ويشاركهم هذا الشعور لكن ما كان يتكلم، لكنه كان يرى في النوم يحلم عليه الصلاة والسلام. حتى حلم النبي القرآن ذكره، قد لقد صدق الله الرسول الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ورؤيا الأنبياء حق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالاستعداد لدخول مكة، كان معاه في أصح الروايات 1400 صحابي وقيل أكثر من ذلك، قيل إلى 1700. دخلوا وخيموا في المكان اللي احنا حنذهب إليه، خلوا خيالنا واسع، معاه 1400 معنى ذلك كان في محيط منطقة مناخ نبوي، منطقة كبيرة تسع الجميع. حدثت 3 أحداث مهمة جدا في الحديبية، البئر اللي النبي عليه الصلاة والسلام ضربه وخرجت وفارت منه الماء، كذلك بيعة الرضوان اللي هي كانت تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. المكان الثالث اللي هو مكان الصلح، مكان صلح الحديبية. هذه 3 أحداث مهمة حدثت في هذه المنطقة المباركة في السنة 6 من الهجرة. بيعة الرضوان هي يسموها بيعة القتال، لأنه النبي أرسل سيدنا عثمان يفاوض قريش، فشاع الخبر أنه قريش قتلوا عثمان، فالنبي أراد أن يأخذ البيعة من الصحابة ألا يعتروا من الزحف وبايعوه على القتال لصدقهم مع الله وصدقهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. نزل القرآن لقد رضي الله على المؤمنين إذ يبايعونه، حتى يقول أنه أفضل الصحابة على إطلاق العشر البشرين بالجنة، ثم من شهد بدر ثم من شهد بيعة الرضوان. إحنا الآن حنقف عند الصلح ومن ثم نتحرك إلى مواقع أخرى. طلعت هو دكتور هو؟ لا أزالوا له الكلام ده، شايفين فيه خط
كاتبين على صاحب هذا السور الإزانة. أنا على طول غردت في تويتر قلت يا ريت يزيلوه، لأنه لو أزلوه معناها اكتشفنا المكان. رجعوا جو ثاني يوم مفتحوه. بيعة الرضوان تحديدا في ذاك المكان. الآن حنشوف عثمان النبي أراد أن يستوثق وأراد أن يأخذ البيعة، بيسموها بيعة القتال مع الصحابة، فبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المنطقة اللي احنا متجهين إليها، بيعة الرضوان، وهي قريبة من منطقة البئر. ايش عقد المبايعة؟ انه؟ انه ما يفروا من الزحف، انه لو قتال فقتال، حرب فحرب. حرب. هذه بيعة الرضوان. قتال. واسهم النبي بيده عن عثمان رضي الله عنه. وضع يده النبي عليه، قال هذه يدي وهذه يد عثمان. يا ريت ابغاكم تدققوا النظر الله يرضى عليكم في المهندسين بالذات. شوفوا اثار المسجد القاعده. ايوه طلعت الان حنشوف نوع البلاط. ابى اقول انا هذا ذكر الدكتور المسجد محمد تواقف وجزء منه داخل السور. ايوه طبعا لو ازالوا السور حيحصل المسجد موجود. مسجد الرضوان اللي تمت فيه بيعة الرضوان، جزء منه اللي انا واقف عليه وجزء داخل السوق. بيعة الرضوان فين البير؟ شوفوا في الداخل في سور لو في سور لونه اسود وبني وفي علامتين. شفت يا رويد؟ اي علامتين اللي طالعه. هذا هو بير، هذا بير الحديد. داخل الجدر القائم. العمود حق اللمبه. ايوه. في على اليسار شوف في عمودين طالعه، شايفين عمود؟ بناء بناء. العمود حق اللمبه. ايوه ايوه. خلفه. ايوه ايوه. على اليسار في علامتين. مظبوط. ايوه هذا هو بير الحديد. هذا اللي النبي عليه الصلاه والسلام. رمى بالسهم فضار البئر واروى الجيش وجوف الجيش يلتهب. اروى 1400 صحابي. هذا الان خاص، هذا اسفيه طبعا مستودة. شركه ار سي سي ادخلوا المشروع. احنا الان بنحاول ان نخرج البئر من حوله. وهذه قاعده شوف، هذه قاعده، هذه كلها قاعده. والله نحتاج ليش صور ولا صور؟ انا احتاج انه بئر. لا صور.